ناخد يعني درجات الحرارة اللي اليومين دول بتشهد سخونة ودرجات حرارة عالية جدا ربما ما شاهدناهاش السنة اللي فاتت، والكلام عن زيادة أيضا في درجات الحرارة الأيام اللي جاية. بيشرفنا عبر الهاتف دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. دكتورة منار، صباح الفل. صباح الفل يا فندم. أهلا بحضرتك. صباح الفل يا دكتور. السادة المشاهدين أهلا بحضرتك. أخبار الجو إيه؟ إحنا شايفين يعني حتى بالليل الجو ما بيرطبش شوية حتى. بالفعل إحنا موجة ارتفاع في درجات الحرارة اللي إحنا بنعيشها خلال هذه الأيام هي طولت معانا، ومتوقع كمان إن هي تكمل معانا لمنتصف الأسبوع القادم. إحنا بتتأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع 5 إلى 6 كيلو من سطح الأرض. المرتفع ده بيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بالشكل الكبير، بالإضافة كمان حبس كميات الرطوبة والملوثات في طبقة قريبة من سطح الأرض، فبالتالي بيساعد بشكل كبير على ارتفاع درجات الحرارة. كمان تأثرنا بامتداد منخفض الهند الموسمي، منخفض الهند الموسمي على سطح الأرض مع كتل هوائية شديدة الحرارة مر على البحر المتوسط، تحمل بكميات كبيرة من بخار المية، ففي ارتفاع كبير في نسب الرطوبة في معظم محافظات الجمهورية. فأنا عندي خلال هذه الأيام ارتفاع في قيم درجات الحرارة وارتفاع في نسب الرطوبة. ارتفاع نسب الرطوبة خلينا نحس ان في مزيد من الارتفاع في درجات الحرارة. درجات الحرارة تعتبر اعلى من المعدل الطبيعي في مثل هذا الوقت من العام بحوالي من درجتين لثلاث درجات. الموجة مطولة معانا، فاحنا حاسين ان درجات الحرارة مرتفعة بالشكل الكبير. احنا يمكن ايام السنوات الماضية في الصيف دايما موجة ارتفاع درجات الحرارة بتيجي ثلاث اربع ايام وبتنكسر وبعدين تعود للمعدلات مره اخرى ترتفع، لكن احنا بقالنا تقريبا اسبوع ومكملين في الاسبوع الثاني في الارتفاع الكبير في درجات الحراره ده. فالاجواء شديده الحراره تبقى فتره النهار، لكن قيم درجات الحراره اللي احنا بنسجلها خلال هذه الايام يعني تحديدا امس واليوم هي اعلى قيم هنوصلها خلال هذا الاسبوع. عظمى على القاهره الكبرى 38 درجه مئويه، ودي درجة الحرارة المقاسة في الظل المحسوسة نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة. أيوة. بتوصل ل 41 درجة مئوية على القاهرة الكبرى. محافظات الصعيد يمكن دي أعلى المناطق اللي بتسجل درجات حرارة. طبعاً. أعلى درجات حرارة فيها بنوصل لها 44 45 درجة مئوية فترة النهار. لكن نأكد ان نسب الرطوبة هي اللي مخلينا نحس بالارتفاع الكبير في درجات الحرارة كمان فترات النهار وفترات الليل مع هدوء سرعات الرياح. دايما واحنا مع حضراتكم بنقول لو في نشاط رياح بيعمل نسمة هواء بتلطف الجو، لكن لما بيبقاش في نشاط للرياح والرياح بتكون معتدلة بنحس بنسب الرطوبة بشكل كبير. صحيح. مع نهايات هذا الاسبوع يمكن نحس ان هي اقل حدة، لان درجات الحرارة هتكون 36 درجة مئوية عظمى على القاهرة الكبرى، لكن وجود نسب رطوبة في الجو هيخلينا نحس ان احنا لسه مكملين في الموجة دي، وفعليا احنا مكملين فيها لحد يعني بداية منتصف الاسبوع القادم. فعشان كده بننصح كل السادة المواطنين لازم ناخد احتياطاتنا بالشكل الكبير. يمكن كل دول العالم بتشهد خلال هذه الايام ارتفاعات غير مسبوقة في درجات الحرارة، ان كان في المغرب العربي ولا شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام. اوروبا نفسها بتشهد موجات ارتفاع في درجات الحرارة. فأهم احتياطات لازم ناخدها مع موجات ارتفاع درجات الحرارة إن احنا نتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس فترة الظهيرة من 12 الظهر لحد 3 4 العصر، الوقت ده اللي بنسجل فيه درجة الحرارة العظمى على مدار اليوم، يعني أعلى درجة حرارة في اليوم كله. فبقدر الإمكان أتجنب التعرض بشكل مباشر لأشعة الشمس. لو اضطريت كمان أبقى موجود في الشارع بلاش أقف فترة طويلة تحت أشعة الشمس، ويكون معايا غطاء للرأس شمسية أو كاب أحتمي مناطق الظل، أي شيء يحميني من أشعة الشمس المباشرة. لأن كمان وقوفي تحت أشعة الشمس وتعرضي ليها هيخلينا نحس إن قيم درجات الحرارة كمان أعلى من درجة الحرارة المحسوسة إن إحنا بنقولها مع حضراتكم. بالإضافة كمان قدر الإمكان نوعية الملابس تكون ملابس قطنية فضفاضة فاتحة اللون، بقدر الإمكان نكون موجودين في أماكن جيدة التهوية، ده هيساعدني على عدم الإحساس بنسب الرطوبة، وطبعا تناول قدر كبير من المرطبات والسوائل واهمهم الميه، ازازه الميه تبقى موجوده في ايدي. صحيح. على مدار اليوم هو مهم جدا ناخد احتياطاتنا بالشكل الكبير عشان ما نتضررش بالموجه اللي تاثر علينا خلال هذه الايام. احنا بنشكر حضرتك جدا دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه، نورتينا جدا.